هي الفكره جاتها بالنسبه لهذه الثانويه جاتها الوليدات ديال المدرسه كيدي بلاصه تقريبا 15 كل وك علاش كيدي بلاصه وبالنسبه للطريق اللي هي واعره وسميتو وكاين اللي بعض التلاميذ اللي هما كينقاطعوا في في الوقت اللي يوصلوا للثانويه هي تحبات هذا المشروع بالنسبه لبنت المنطقه وحنا ولاد المنطقه اصلا عن اب جد وقالت انا ندير هذا الخير الاحساني اللي هو غادي يبقى يرجع لي بالنفع كثير أحسن من المال وحسن من اي حاجه بالنسبه للعائله ديال ناضير كامله والعائله ديالنا كامله بالنسبه لهذا الشيء اللي كينتاقدوا بعض الاخوان وبعض الناس اللي يقولك لك باغا ترشح الانتخابات و ولا البرلمان ولا هذه هي ماشي اعمال الاولى اللي دارت هي بالنسبه للاحزاب السياسيه لا علاقه لنا بهذه الاحزاب السياسه كاع كامله بالنسبه اللي هي اعمال خيريه كديرها غير بوجه ديال الاعلام بالنسبه لهاد الاعلام اللي خرج دابا ديال هذه المؤسسه ديال التعليم بالنسبه ليها هي عيل بنت المنطقه والناس كيعرفوها وبعض الاخوان كيعرفوها هي باش بنت في هذا الاعلام اما اعمال كثيره دارت من النهار اللي كنعقلوا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي